احنا طبعا ورا الرياضه المصريه ورا اولادنا بكل طاقه لاجيال حاليه واجيال قادمه، وبنخطط للمستقبل ايا كان الوضع. ان شاء الله. طبعا احنا منتخب مصر يعني لازم نقول ايه، من اول البطوله العربيه بقى عندنا منتخب له روح. انا بتكلم بقى كوزير شباب ورياضه يعني. لان احنا المنتخب ده من بعد كاس العالم في روسيا روسيا 2018 واحنا مش شايفين روح للمنتخب، وانا قلت الكلام ده كتير. والاتحاد الكوره يعني المناخ كله مر بكذا تجربه. نعم. احنا بقى في منتخب حريص على بلده، بيخاف يعني ان هو ما يأديش، ماشيين خطوه خطوه. الحمد لله كان في نتيجه كويسه في كاس الامم الافريقيه. نعم. وعندنا جولتين مع منتخب يعني قوي، بس احنا كمان منتخب قوي. نعم. ما هو يعني معلش، ما احنا ما اتغلبناش في كاس الامم الافريقيه ده، احنا عملنا ماتش 90 دقيقه وعملنا اكسترا تايم واكسترا تايم، وبعدين ضربات الجزاء. الجزاء دي بالتوفيق يعني. مظبوط. فبالتالي يعني ما اتغلبناش. نعم. ومع منتخب بنقول عليه قوي، واحنا منتخب قوي. نعم. بدليل النتائج. نعم. انا بقول ده عشان ابص يعني دايما نبص للصوره الايجابيه يعني. نعم. وهنا كمان الحمد لله يعني على استاد القاهره دي والتنظيم الكبير ده، ما احنا في كاس الامم الافريقيه 2019 عملنا تنظيم قد الدنيا، لكن الفريق اتغلب وخرج. صح. وما كانش فيه روح. صح. وكلنا كنا ماشيين اليوم ده يعني حاله لا يرثى لها. صحيح. فاحنا الحمد لله يعني كوره يعني كوره. فالنتيجه خرجنا 1-0، كنا طبعا كلنا عايزين 2-0 و3-0. صحيح. لكن ده واقع، لان بنلعب فرقه كبيره مش بنلعب فرقه صغيره. صحيح. وبندي كل الطاقه الايجابيه لاولادنا، وبندي كل الطاقه الايجابيه للمنتخب والقياده المنتخب، ونقول لهم احنا ممكن يعني ننقد ونقول يا ريت كذا، بس احنا معاكم، احنا معاكم جدا ودافعين وراكم، وتكملوا بقى الشوط الثاني هناك على خير، ويعني ترجعوا لنا كده بالتاهيل يا رب يا رب. النهارده كنت معاهم ويعني بتكلم، طبعا احنا التحفيز المادي المادي موجود بالرغم ان هو الاساس، مش هو ده يعني دي رسالتي ليهم، لكن موجود وموجود كويس جدا كمان غير مكافئته الاساسيه. وكان معايا الاستاذ جمال علام، وكل الشكر والتقدير له اتحاد الكره الموقر. نعم. لكن كمان احنا عاملين لكم يعني تحفيز مالي كويس، يعني لازم نقول ده كويس. وفي نفس الوقت الحمد لله مع معالي وزير الطيران احنا نعمل لهم يعني طيران مباشر. يعني المفروض كانت الرحله ينزل ويفول وبعدين يطلع، فالحمد لله نعمل لهم ده. وبنقول لهم يعني يعني ان شاء الله تشدوا حيلكم. ويمكن النهارده الوزير طاهر ابو زيد كان بيكلمني بخبرته بقى ككابتن طاهر ابو زيد، بيقول لي لا دي حاجه ايجابيه جدا. ومن باب التفاؤل احنا في التسعين في الدقيقه 4 جه الجون بتاع كابتن حسام حسن، ومحمد صلاح جاب في الدقيقه 4 برضه. وكمان يعني بالعكس هناك حملين على الفريق السنغال. أيوة. لان اولا الضغط الجماهيري قد يكون هناك يعني. صح. العكس. وكمان احنا رايحين يعني نقول لو نسبه تناسب في 60%، لان اي جون ليك يغير الصوره وتحافظ انه يجيش. مدينا افضليه الجون، مدينا افضليه دلوقتي، دي كلها حاجات تكتيك. ان شاء الله ان شاء الله بنقول يعني ان شاء الله.